الله حي عباس جاي ضرب البومبة في راس العمدة وهو جاي. حكاية عباس حلمي الثاني الخديوي الأخير لمصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. جملة الله حي عباس جاي ضرب البومبة في راس العمدة وهو جاي تعد واحدة من العبارات والجمل المأثورة التي بتنتشر على ألسنة الكثيرين في مصر، والتي ربما يقولها ويرددها البعض وهم لا يعرفون أصلها ومعناها. بداية هوضح أن عباس المقصود هنا هو الخديوي عباس حلمي الثاني ابن الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل ابن الوالي إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية اللي حكمت مصر ما يقرب من 150 سنة. هو سابع حكام الأسرة العلوية حيث تولى حكم مصر وعمره 18 سنة، وذلك بعد وفاة والده الخديوي محمد توفيق باشا. استمرت فترة حكمه لمصر خلال الفترة من يوم 8 يناير 1892 إلى أن عزله الإنجليز في يوم 19 ديسمبر 1914. فكان بذلك عباس حلمي الثاني هو الخديوي الأخير لمصر. عباس حلمي الثاني الذي في مثل هذا اليوم منذ 148 عام تحديدا في يوم 14 يوليو سنة 1874 كان أكبر إخواته سنا، وفي البداية توليه حكم مصر انتهج سياسة إصلاحية هيستقرب من الشعب وقاوم الاحتلال الإنجليزي، وقام بدعم الزعيم الوطني مصطفى كامل في نضاله ومناداته بإجلاء المحتلين. انتهز الإنجليز فرصة وجود الخديوي عباس خارج البلاد بالإضافة إلى بوادر نشوب الحرب العالمية الأولى، وقاموا بخلعه من منصبه كحاكم لمصر، وقاموا بتنصيب عمه حسين كامل سلطان على البلاد رسميا. الجدير بالذكر انه يوجد بالقاهرة كوبري اطلق عليه اسمه وكوبري عباس اللي هو يربط بين جزيرة مانيا الرودة ومدينة الجيزة. كما سميت الحلمية الجديدة باسمه. تحدى الخديوي عباس حلمي الثاني قبل عزله كثيرا سلطات الاحتلال ممثلة في اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني، او كما كان يطلق عليه المعتمد البريطاني. وبعد عزله ومنعه من دخول مصر كان الشعب المصري في مظاهراته ضد الاحتلال الانجليزي بيهتف باسم عباس عشان يغيظ الانجليز، وكتير ما كان يخرج المتظاهرون ويهتفون الله حي عباس جاي. وهذا الهتاف كان بيستخدمه الصوفية في الموالد والاحتفالات الدينية أيضا عشان يغيظوا الإنجليز، كما حوله الأطفال في الشوارع إلى أغنية بيتغنوا بيها، فكانوا يقولون الله حي عباس جاي ضرب البومبة في راس العمدة وهو جاي. العمدة المقصود في الأغنية هو المعتمد البريطاني الذي كان بيمثل سلطة الاحتلال الإنجليزي في مصر. وكلمة راس العمدة لم تكن موجودة في الأصل الأغنية، ولكن يعني استخدمناها بدلا من الكلمة الأصلية لأن الكلمة الأصلية خارجة يعني. ولقد عاش الخديوي المعزول عباس حلمي الثاني في منفاه بتركيا بعد عزله، بيتمنى في جوه نفسه ان هو يرجع تاني لحكم مصر مرة تانية، لكن ومع مرور الزمن بدأ المد الوطني بيزيد وبدأت تتغير معه الهتافات في المظاهرات، حيث أصبحت الهتافات بتدوي باستقلال مصر وحريتها بعدما كانت تنادي بخروج الإنجليز والعودة إلى التبعية للحكم العثماني. فمع ظهور سعد زغلول ورفاقه بدأ الناس ينسوا الخديوي عباس حلمي الثاني الذي لم يبقى عالقا منه في ذاكرة الناس سوى كلمة الله حي عباس جاي، وإن كان البعض بيقولها الآن ولا يعرف أصلها. والحقيقة إن كتير قد أحبوا الخديوي عباس حلمي الثاني وبلغوا في حبه، حتى إنه يعني يعد واحد من بنات مصر الحديثة في نظرهم، نظرا لإنجازاته المعمارية حيث أكمل بناء مصر الخديوية عمارات منطقة وسط البلد اللي بدأها جده إسماعيل، وافتتحت العديد من المشاريع
والمنشآت في عهده، وفي نفس الوقت فقد انتقدوا الكثيرون بسبب موقفه السلبي وقت مذبحة دنشواي، وأيضا لأنه بعد أن كان بيطالب بحقه في حكم مصر عقد في النهاية صفقة مع عمه الملك فؤاد وتنازل بموجبها عن مطالبته بحكم مصر مقابل آلاف الجنيهات حسب العديد من المصادر. وبكده عاش الخديوي عباس حلمي الثاني حياته بين محبة المحبين وانتقاد المنتقدين حتى وفاته في يوم 19 ديسمبر سنة 1944، والغريب ان ذلك اليوم كان بيوافق الذكرى 30 لعزله من حكم مصر. اصدقائي الاعزاء، قولوا رايكم ايه في القصه التاريخيه؟ لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركه للفيديو، ولو شفتوا قناتي اول مره اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.